بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تلاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يستطيع الإنسان أن يعيش بلا بصر، لكنه لا يستطيع أن يعيش بلا أمل. الأمل في الله عز وجل حياة نعيشها. أصحاب البلاء لابد أن يحسنوا الظن في رب العالمين، فما ظنكم برب العالمين؟ ظننا في رب العالمين أنه رب كريم يزيح الهم ويزيل الغم ويكشف الكرب. إن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه في الحديث القدسي أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي. إن البلاء علامة على حب الله عز وجل للعبد. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا ابتلي العبد فلا بد أن يحسن الظن في رب العالمين أن بلاءه هذا تكفير لسيئاته ورفعة لدرجاته، فيصبر ويرضى عن الله عز وجل، عن كل أفعال الله عز وجل به. لابد أن يحسن الظن برب العالمين أن بلاءه هذا قد يكون سببا في دخوله الجنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. فبلاء يكفر الذنوب، بلاء يرفع الدرجات، هذا فضل من الله عز وجل. ظننا في رب العالمين أنه لا يفعل بنا إلا الخير. إن ربنا كريم، إن ربنا عظيم، إن ربنا ودود مجيد حميد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.